الرئيسية. وهكذا ينطلق مشاهدين الأعزاء الشوط الأول الرئيسي للحقائق القعدان على بركة الله. يعطى هذا الشوط إشارة الانطلاق والبداية والتحرك بهذه الأثناء على بركة الله. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والناموس لكل المشاركين. هذا هو هذا الشوط ويشارك فيه 19 قعود، نتمنى لها جميعا التوفيق والناموس. هكذا تستمر مشاهدينا أيها الحفل الكريم منافسات هذا السباق المحلي السابع على الهواء مباشرة في هذه التغطية الإعلامية الواسعة لما يدور من منافسات هنا على أرضية ميدان التحدي. مقدمة الشوط ومن يحتل المركز الأول رمز لمحمد بن طالب بن علي النابت على مقدمة الشوط، حصل دخول وتسلل من قبل الفائز لسالم بن محمد بن طالب بن عقيل، خطف المركز الأول. يليه على المركز الثاني شاهين حمد بن محمد بن حويل الغفراني، خطف المركز الثاني. بينما الدخول من رمز لمحمد بن طالب بن علي النابت على المركز الرابع في هذه الأثناء وينتقل إلى الثاني مباشرة. تبديل مستمر في دائرة الخمسة المراكز المتقدمة الأولى. ننتقل إلى المركز الخامس، عزام عبد الله بن سالم بن عبد الله النابت على المركز الخامس. بينما التقدم على حساب عزام بن مبلش، عبد الله بن محمد بن حمد آل حسنة خطف المركز الرابع. هذا هو ندانا الأول مشاهدينا الأعزاء مع هذا الشوط الأول الرئيسي للقعدان. شاهدنا شوط البكار، هتاشة خطفت شوط البكار. شوط القعدان لمن؟ من هؤلاء العمالقة المضمرين والملاك. العودة إلى مقدمة الشوط، المقدمة مع الفائز، الفائز 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 خطف المقدمة بشعارك يا البرنس. جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل يتابع سالم بن محمد بن طالب بن عقيل أحد الشباب المميزين. الله يا الفائز، يبدو بأنه من سلالة الفائز، السلالة العريقة، سلالة الجزر. من يحتل المركز الأول؟ المركز الثاني رمز مع المركز الثاني لمحمد بن طالب بن علي النابت، خطف المركز الثاني. المركز الثالث شاهين حمد بن محمد بن حويل الغفراني. بينما التسلل على المركز الرابع، نشوف المركز الرابع من يتقدم على حساب الجميع. راهي يا راهي يا راهي خطف المركز الرابع لراشد بن علي بن محمد آل فهيدة، خطف المركز الرابع وفي طريقه إلى الثالث. بينما المركز الخامس ظن تعود ملكية ظل سعود بن علي بن مبارك بن فراج. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم لمراكزنا المتقدمة الأولى. العودة إلى مقدمة الشوط، الفائز من يحاصر باسمين قويين من اليمين واليسار ويتسلل في هذه اللحظات ويتقدم. راهي راهي يا راهي خطف المقدمة، خطف الأضواء والصدارة في هذا الشوط الأول الرئيسي، أقوى أشواط القعدان الحقائق. يا راعي راهي ركز، يا راعي راهي راشد بن علي بن محمد آل فهيدة يتابع راهي، يتابع راهي اللي راهي بهذا الشوط، اللي راهي بشكله، اللي راهي بأدائه، اللي راهي بعطائه. المركز الثاني رمز لمحمد بن طالب بن علي النابت، سالم بن محمد بن عقيل يقدم لنا الفائز. على المركز الثالث البرنس يتابع هذا الشعار، الشعار الذي له صولاته وجولاته مع المركز الرابع. بينما شعار الدوحة يا أبو محمد، شعار الدوحة وهل يخفى القمر. المركز الرابع الانطلاق من قبل عزام، عزام على المركز الرابع. عبد الله بن سالم بن عبد الله النابت مع المركز الرابع، حصل دخول على عزام وتقدم من قبل الخيل لطالب بن عبد الهادي بن طالب الشهواني. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم. أرى سياف قادم قيد بن علي بن حمد المري، ولكن نعود إلى رمز، نعود إلى المقدمة، إلى الصدارة مع مقدمة الشوط. رمز النابت مع المركز الأول، محمد بن طالب بن علي النابت مع المركز الأول. 1200 متر يا أهل القعدان. الله، شوف اللي ولعها، شوف اللي سحب من المركز الخامس إلى الثاني. الله، الخيل 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 الخيل، جاكم الخيل مع المركز الثاني. طالب بن عبد الهادي بن طالب الشهواني، من يطلب المعالي؟ من يطلب ناموس الشوط الأول الرئيسي الكيلو متر الأخير؟ يا مضمرين، الفائز يتحرك بشعار بن عقيل، يتحرك في هذه اللحظات. بن قريع يصل الإمبراطور، يصل الإمبراطور ويصل الحصان أيضا.
لمحمد بن حمد بن محمد القمرة مع حمد بن محمد بن جهويل. الله يا رمز، طار بالمقدمة رمز، فر بالمقدمة رمز مع المركز الأول. محمد بن طالب بن علي النابت مع صدارة الشوط، مع الصدارة، بينما المركز الثاني الخيل، المركز الثالث سياف، 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 طار سياف، يصل الحصان ويصل أيضا في هذه اللحظات ويتقدم عزام عبد الله بن سالم بن عبد الله النابت، بينما رمز مع المركز الأول، الخيل مع المركز الثاني، وهنا سياف مع المركز الثالث رمز. الله يا سلام الخيل، ولكن رمز، رمز ينتزع الشوط الأول الرئيسي انتزاعا، يهدي نقطة الشوط، يهدي الشوط الأول الرئيسي لمحمد بن طالب بن علي النابت. سلام يا رمز، سلام، وهو بالفعل رمز، وهو علم، وهو مشهور رمز، يستاهل الشهرة. حيوا رمز، حيوه، حيوا هذا الأداء، حيوه، يستاهل راعي رمز هذا الفوز وانتزاعه لنقطة أقوى أشواط القعدات، شوط الرئيسي مع رمز. تهانينا والناموس لمالك رمز محمد بن طالب بن علي النابت. المركز الثاني، المركز الثاني، المركز الثاني الخيل لطالب بن عبد الهادي بن طالب الشهواني. المركز الثالث سياف لبخيت بن علي بن حمد المري. المركز الرابع، المركز الرابع عزام عبد الله بن سالم بن عبد الله النابت. المركز الخامس الحصان لمحمد بن حمد بن محمد القمرة. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء، أيها الحفل الكريم، ورمز ينتزع الشوط الأول الرئيسي، عرض ممتاز، أداء ممتاز. تهانينا على هذه الفنون الاستعراضية التي قدمها رمز، عرض ولا أروع في هذا المساء وفي هذا الشوط رغم الرياح. يسجل توقيت زمني ممتاز، 6 دقائق 3 ثواني 30 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك رمز محمد بن طالب بن علي النابت. المركز الثاني، يصل في المركز الثاني الخيل، قطع المسافة في 6 دقائق 6 ثواني 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك الخيل طالب بن عبد الهادي بن طالب الشهواني. المركز الثالث وصل سياف، أو وصل بالفعل سياف، قطع المسافة في 6 دقائق 6 ثواني 10 أجزاء من الثاني. الثاني والناموس لمالك سياف خيث بن علي بن حمد المري. تهانينا للإمبراطور محمد بن علي بن قريش.